يسأل أيضا عن الأخ أبو أحمد عن الوارد في رجب، هل هناك شيء من الفضل ورد في شهر رجب عن غيره؟ وكذلك التنبيه على بعض ما يكون من البدع. لم يرد في فضل رجب تمييزا له عن بقية الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم، فإن الأشهر الحرم الواردة في قول الله جل وعلا في سورة براءة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهذه الأربعة الحرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، أما الرابع فهو شهر رجب مضر، رجب الفرد، لأنه انفرد عن هذه الثلاث الكائن بين جمادى وبين شعبان، وليس فيه عبادة مخصوصة به عن بقية الشهور كما يفعله بعض الناس من احتفال في ليلة الإسراء والمعراج في آخر لياليها، أو إتيان عبادة يخصها بها في رجب. لا أعلم بذلك سنة ثابتة ماضية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.